السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تحليل مباراه قمه اللي بين تشيلسي ومانشستر سيتي اللي غادي نشوفوا فيها اكيد ملامح نهائي دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ. وما كيخفاش عليكم اكيد ان المان سيتي بقياده الداعيه الاسباني بيب غوارديولا، اما تشيلسي البلوز بقياده المدرب الالماني توماس توخيل اللي كيدخل بهذه التشكيله بحراسه المرمى ادواردو ميندي، ثلاثي خط الدفاع انطونيو روديغير، كريستنسن، سيزار، اسبيليكويتا. اما في خط الوسط عندنا جيلمور وراء نقولوا كانطي على الاطراف ريس جيمس وماركوس الونسو. اما ثلاثي خط الهجوم فيا سلام في بقياده الساحر المغربي حكيم زياش الى جانب كريستيان بوليزيش والالماني تيمو فيرنر. ونحيطكم علما قبل بدايه المباراه كان ولا يزال سيتي متصدر البريمير ليغ برصيد 80 نقطه، اما فريق البلوز تشيلسي رفقاء زياش في المركز الرابع ب 61 نقطه فقط. مع انطلاق صافره ارتفع الليفل او مستوى الادرينالين الى اعلى مستوياته، وهذا راجع ان داك تشوشو توماس توخيل هداه الله وشرك لنا زياش كاساسي وخلى لنا الماتش اكثر متعه واثاره. بدايه الشوط الاول شفنا كيفاش تشيلسي خنقات سيتي بالضغط العالي على حامل الكره في مناطق سيتيزنز، مما صعب عليهم اخراج الكره من مناطق الدفاع، وهذا اكيد خلاهم يلقاو صعوبه في بناء الهجمات. واللي لاحظنا ايضا حكيم زياش كان معظم الوقت كيلعب كجناح ايسر، وكيف العاده بدا في التحركات ديالو والتمريرات السحريه اللي كيتميز بها على اللاعبين الاخرين، والصراحه كانت الديناميكيه ديالو كانت اكثر من رائعه. في الدقيقه 11 الالماني تيمو فيرنر كيحصل على ضربه خطا قريبه من المنطقه، وكنا كنساينو بكل حماس زياش يشيرها في الشبكه ويعلن على اولى اهداف البلوز، ولكن للاسف تيراها ريس جيمس معرفش علاش، رغم ان الوضعيه او بمعنى اخر ديك الكره كانت مفصله على حكيم زياش. ولكن للاسف واحد اللقطه في الدقيقه 19 زياش كيتبيض، والحمد لله مخرج المباراه تغاضى عليها وما عاودهاش لينا بالعرض البطيء. ولكن ماشي مشكل، ما كاينش شي لاعب لعب كره القدم وما تبيضش، ولكن احضر غضب الاسد زياش بحيث في اقل من دقيقه ضرب لك واحد الباس بروفوندور في اتجاه تيمو فيرنر خلاه راسو راس الكور، ولكن غلق على راسو الزاويه، وكالعاده التمريرات الحاسمه ديال زياش لا تستغل من طرف مهاجمي تشيلسي. رغم ان تشيلسي كانوا لاعبين ومطوري الكره ديال بصح وحاكمين الماتش، الا ان السيتي لصقوا لهم البيش عن طريق رحيم ستيرلينغ بعد خطا فادح من دفاعات تشيلسي، ولكن الرد كيجي قاسي من الساحر حكيم زياش كيلصق لهم هدف رائع في الدقيقه 62 كيسكت به جميع الحساد والحاقدين اللي كانوا كيهضروا على حكيم زياش وكانوا كيقولوا بان الدوري الانجليزي صعيب عليه. هو الرد جا صاعق ديال حكيم زياش، وكيتبت مره اخرى انه من احسن اللاعبين اللي كاينين في العالم حاليا خصوصا على المستوى المهاري. وتخيل باش تماركي على مانشستر سيتي في جوج مباريات على التوالي راه ماشي سهل. ومنذ ذلك الهدف شفنا زياش تحرر اكثر خصوصا من الناحيه النفسيه، ولات الديناميكيه ديالو اكثر من رائعه، التحرك ديالو بالكره بلا كره صراحه كان مبدع بشكل ملحوظ. غير خاص توماس توخيل يدير عقله ويولي يشرك لينا حكيم زياش كل مباراه كاساسي. لماذا؟ لاننا لاحظنا منذ قدوم حكيم زياش الى تشيلسي ما لعب ولا مباراه كامله، يعني منين كيدخل رسمي ما كملش 90 دقيقه. للاسف هذا الشيء ما كناش كنشوفوه مع الايار. وختاما قولوا لي كيف جاكم المستوى ديال المباراه ككل، والاهم من ذلك هو المستوى ديال حكيم زياش، وكيف جاكم الهدف الرائع ديالو في شباك فريق مانشستر سيتي. كيف العاده كنسال الاراء ديالكم في قسم التعليقات، وكان معكم اسلام ومع السلامه.